أو تادي الذين طغوا في البلاد فكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كلا إذا دكت الأرض دكا ودكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينسف وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قوالد الله ولدي قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم نقدر عليه أحد نقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم نره أحد لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأرواها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله إن أرض الله ليسقيها فكذبوه فعقدوها فقدم عليهم ربهم من ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بغى فاستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تربى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكما أنذر الله يسرى فإن الحشر الذي كذب وتولى وسيجزى أن العتق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما أعطيت خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى ولم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأمر اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدثك.